كابتن محمد اهو يا جماعه احلى غربيه ايه بقى شريف احلى محمد باشا روح هنا اهو شايفين المكان عامل ازاي والنظافه البوكس بتاعه نظر ويمكن كورسو حتتين زي العسل كده ربنا يبارك له. النهارده اخر فيديو هتشوفوه لروكي. روكي من الكلاب الخشنة قوي شاور له عمر من الكلاب الجميلة طبعا قال الشعر حالا ربنا يبارك لمحمد دي ربنا يبارك للي اخده راح لحد حبيبي قوي 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 في الشرطة ربنا يبارك لك فيه طبعا روكي يبقى ابن طوره كلب بولندا ام بولندا الكلب ده النهاردة نزل مرة واحدة بس الشارع وجري وجر عمر ولا الاخر الشارع لما ما كانش بيخرج فالنهاردة هيبقى اليوم الثاني والاخير لروكي انه ينزل الشارع كلب طبعا شعريته كلها وقع كلب فيه خشونة جامدة قوي طبعا ده العدو بتاعه اهو بوبو كان يهبشك ازاي فالنهاردة بإذن الله هنكمل لك الفيديو ده حالا هنكلمكم شوية عن روكي هننزل بيه الشارع ونشوف هيعمل ايه لما ينزل الكلب ده الناس تقول ربنا يبارك للي خده وبكده يا جماعة يبقى باقي أوكسانا وقمر وبوجي علشان نفوق نفسنا شوية ونستريح ونستجم شوية ونبدأ نجيب شغل جديد يلا بقى. روكي يا جماعة روكي روكي اهو وركب معايا بقى العربية ان شاء الله هيروح بيته الجديد هيروح عند الكابتن محمد حد ظابط حبيبي قوي 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 وعامل له مكان في الفيلا بتاعته من الاماكن اللي بقى ايه على بعد 600 متر عند الدوار عليك الاتجاه نحو المخرج الرابع حبيت اوريه لكم بقى في اخر رؤيه له الناس اللي بتقعد تقول انت بتطلع الكلاب بتطلع الكلاب ما هو يا جماعه انا بجيب مش هحط فوق طاقتي ما انا هحط فوق طاقتي ازاي العدد اللي عندي ده كله ما ينفعش انا عندي ذكر عندي اثنين اللي انا بجيب بقى حاجات تانية اذا كان نتي او ذكوره بنجيبهم علشان لو حد حابب ان هو يقتني حاجه احنا بنكون نقينا وفرزنا وجايبين حاجات محترمه مستويات عاليه للمتابعين وعلى فكره قبل ما احنا بنجيب حاجه والله بنراعي ربنا فيها قوي وقبل ما بنطلع الحاجة بنكون عارفين مين اللي هياخد ومين اللي هيقني ومين اللي ما بيبقاش كويس بنخلي حاجتنا كلها تروح في أماكن بجد مش عايز أقول لكم والله أحلى من ما بيكون عندي فالحتة دي ما تقلقوش منها بفضل الله متابعينا ناس محترمة قوي بفضل الله متابعينا ناس جميلة قوي عارفين الحرام والحلال وعارفين ازاي يقتل الخروج من الدوار الحيوان الأليف الاتجاه نحو الطريق المنحدر النهاردة روكي اخر فيديو لك يا جزمة معايا بس ان شاء الله اللي هيحب يتطمن عليه هنوريه لكم لانه مع واحد حبيب قوي ربنا يطرح فيه البركة وهنشوف لما ينزل هيبقى شكله ايه حاجة تعال روكي بس ياخد بس على شوف هو عايز هيخش حاجه خش جوه تعال تعال خش جوه هنا تعال روكي تعال هنا ولا خش تعال خش يلا تعال تعال يلا يلا جوه يلا هو يبدا بقى يتعود الميه جوه انا بقى اكثر مره واقفه في البيت الدنيا حلوه والمكان عشان تعرفوا بس الناس اللي بتاخد حاجه لطيفه شريف باشا وقت هي كده احلى باشا مصر حبيبي ربنا يبارك لك فيك حبيبي